بمفاهيمها العميقة وبدلالتها الواسعة هي أحد المقومات الرئيسة لبناء الإنسان وركن من أركان الإنماء الاقتصادي والوئام الأهلي والسلم الاجتماعي والأمن الفكري الذي هو الأسس الراسخ لأمن المجتمعات في مدلوله الشامل. فالثقافة طاقة للبناء وقاطرة للنماء وأساس مهم للتنمية الشاملة المستدامة لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيها أو التقليل من أهميتها أو إنزالها إلى منزلات لا تتناسب مع رسالتها الحضارية في أي بعد من أبعادها. ولذلك فإن تضافر الجهود من أجل بناء تنمية ثقافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ضرورة من ضرورات التنمية البشرية الشاملة، على اعتبار أن سياسة الجهة إذا ما روعي فيها العنصر الثقافي بمعانيه العميقة مراعاة دقيقة استوفت في هذه الحال شروط الجودة والفاعلية والمردودية، وهو ما يعبر عنه في الأدبيات العلوم السياسية الجديدة بالحكامة الجيدة. وعلى هذا الأساس يمثل هذا الملتقى الجهوي حول الثقافة بدون أدنى شك إسهاما فعالا لبناء المستقبل على ضوء المتغيرات التي تشهدها جهتنا جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم في ميادين الثقافة في حقولها العامة ذات الصلة الوثيقة بالتنمية الشاملة المستدامة. حضرة السيدات والسادة، يستوجب علينا اليوم جميعا مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية وفعاليات شبابية وإعلامية العمل سويا بغية تنسيق الجهود وتضافر الطاقات والإمكانات لبلورة رؤى ومشاريع ثقافية جديدة في عالم لا مكانة فيه لدول ولشعوب تهمش الثقافة ولا تستثمر فيها كثورة لا مادية. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لوطننا الحبيب، وألهمنا سبل الرشاد لخدمة هذا الشباب التوق إلى تحقيق أسس تقدمه ورقيه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.